واضح انه المشكله ما تخصناش لوحدنا، يعني واضح انها مشكله عالميه، وواضح انه تساؤل في العالم كله، ايه اللي بيحصل؟ ليه بنوصل لمرحله الصمت السكوت؟ وبنسكت بنقصد هنا انه ما بقاش في موضوعات مشتركه، نسكت يعني خلاص، ما فيش هات وخد، ما فيش اهتمام مشترك ما بيننا، فبالتالي بتحصل حالة من السكون. ما بنقصدش السكوت اللي بيجي بعد الخناقات، اللي هو ايه، مش هتكلم دلوقتي عشان احنا هنتخانق، انا لو فتحت الموضوع دلوقتي هنمسك في بعض، لا ده وراه ايه، لسه بنفكر في بعض لكن التاني الصمت اللي بنقصده اللي هو ما بقاش في دماغي اصلا، هو مش في بالي الحقيقة، انه بيقعدوا الاثنين انت عايز فيش تكملي مفيش كلام الحقيقة، انه يعني هقول وجهة نظري بعد ما تخلص شيء. واضح انه حكاية الصمت ومعاناة الصمت دي عبء وهم حريمي، يعني الستات هم اللي حاسين بالأزمة أكتر بكتير من الرجالة. ممكن تحسي بيها برضو، لا أقصد أقول أقصد أقول إن الست عينها على الحكاية طول الوقت وبترصدها، ها زي ما يكون في فار في البيت، هي بتستشعر إن في قلق، ها في حاجة بتحصل غلط، هو مش هيحس غير لما يشوف الفار بعينيه، صح؟ فاهمين قصدي اقول ايه؟ انا عايز اقول حاجه، هقول شويه ارقام بتوضح لكم اللي انا هقوله. الحقيقه انه في واحده من الجامعات الانجليزيه عملوا دراسه على مجموعه من 318 ثنائي، يعني زوج وزوجه، 318 اتنينات، لو ان غالبيه الزوجات اشتكوا من ان الزوج ما بيديهاش الوقت الكافي وانها غير راضيه عن درجه التواصل ما بينهم، في حين انه الغالبيه العظمى من الرجال بنسبه تصل ل 75% من عينه البحث دي شافوا ان ما فيش مشكله، مفيش ازمه، هو فين الازمه؟ ايوه يعني هي ليه زعلانه دلوقتي؟ يعني تلاقي رجاله تقول لك ايوه يعني انا بصرف على البيت وانا ما بصرفش، ايوه يعني هي انا مكفيها ولا لا، قايم بيها، ايوه يعني العيال زي الفل ولا مش عارف ايه، ايوه يعني انا بهينها ولا بضربها ولا لا، فالاجابه انه لا، يبقى انا راجل تمام، بس انا كده ابقى فله، لا انا كده فله الفله، يعني فله شمعه منوره. والحقيقه انه زي ما بقول لكم كده 75% من الرجاله شافوا ان مفيش مشكله وانهم حاسين بتواصل جيد مع زوجاتهم ومش شايفين مفيش ازمه خالص. الدراسه كمان قالت ان سبب المشكله ان الستات بتهتم بالتواصل اللفظي اكتر، وان اكتر من الراجل، والمشكله انه 30% التواصل اللفظي في العلاقه و70% هي لغه الجسد، والحقيقه انه نظره عين، لغه جسد، قد تكون طبطبه، قد تكون ايماءه، قد تكون ايا ما كان شكل لغه الجسد، لكن الست التواصل اللفظي عندها هو الاهم، هو اللي بيجي في المرتبه الاولى. عشان كده دايما نقول الست تقدري تسيطري عليها من هنا، والراجل تقدري تسيطري عليه من هنا. الراجل بيتواصل بشكل قد يكون مختلف وهو شايف ان ده مهم جدا، اتواصل ليه بقى لفظيا؟ وده يخلينا نفكر في حاجه مهمه، انه ممكن يكون هما الاثنين لسه بيحبوا بعض وعندهم الشغف في بعض، بس هو لغه تعبيره عن الحب مختلفه.